بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مانشستر يونايتد يفوز على ويست هام 1-0 علشان مانشستر يونايتد يوصل للمركز الرابع. مانشستر يونايتد لم يقدم كره قدم جميله حتى الان مع رالف رانجينيك. مانشستر يونايتد ما زال يحتفظ بمشاكله الداخليه في غرف قلع الملابس اللي الحمد لله رب العالمين. يعني كنا بنتكلم ان في لعيبه قبل كده كانوا رافضين استمرار أولي جونار سولشاير، بعد ما جه رالف رانجينيك بقى في مشاكل في غرف مانشستر يونايتد بين اللعيبه اللي بيتكلموا انجليزي واللعيبه اللي بتتكلم برتغالي، اللي هو يا احنا وصلنا للمراحل المتقدمه في المشاكل دي امتى؟ محدش عارف. طب رالف رانجينيك سيطر على غرف الملابس؟ والله بعد المشاكل الكتير اللي بدات تطلع دي واضح ان الموضوع صعب. طب كريستيانو رونالدو للفانز اللي جايه ورا كريستيانو رونالدو وراجع تاني الاولد ترافورد؟ والله كريستيانو مش مبسوط، واضح جدا ان كريستيانو طموحات مانشستر يونايتد مش راكبه معاه، لان كريستيانو رونالدو طلع الاسبوعين اللي فاتوا عمل حوار مع سكاي واتكلم وفتح قلبه ان انا مش راضي على وضع مانشستر يونايتد الحالي، مش راضي على طموحات وامال مانشستر يونايتد الحالي. طب مانشستر يونايتد النهارده قدام ويست هام مفترض انه يكون ماتش جميل جدا، كان ماتش ممل ابن جزمه بجد والله، يعني ماتش ممل بطريقه غير طبيعيه. ويست هام كان بيحاول يروح لتعادل، ومانشستر يونايتد ما عندوش مشكله ان انا اطلع متعادل، والجمهور عنده مشكله في اللي بيشوفه، اللي هو انا جاي اتفرج على كوره. طب جاي اتفرج على كريستيانو بعد ما مره قلت لي غايب علشان مشكله في ظهره، ومره قلت لي غايب علشان مشكله في بطنه، ومره قلت لي اللي هو انا جاي اتفرج على كريستيانو. طب كريستيانو لا، كريستيانو تقييمه النهارده 6.8، وبرونو فرنانديز 6.8، لان برونو فرنانديز اتضحى بيه في التجارب بتاع ال 4-3-2، لان الراجل اول ما جه قعد يجرب في طرق في طريقه اللعب ورجع للي اولي كان شغال بيه. اولي كان شغال ب 4-2-3-1، هو قال لك انا جربت ال 4-3-2 ما مشتش، ارجع ل 4-2-3-1، ورجع ل 4-2-3-1. عنده غياب النهارده للوك شو وان بيساكا، والغيابين دول بصراحه انا بعتبرهم مكسب ليك، انك ما يكونش عندك واحد زي لوك شو او عندك واحد زي وان بيساكا ويكون اليكس تريس وديجو دالت موجودين ارحم بكتير. رافائيل فاران مكان جنب الشهيد هاري ماجواير او هاني ماجواير، ونص الملعب في سكوت ماكدوماي، ورجع فريد تاني بعد ما كان مره واحده كده قرر ان هو يقعد فريد دكه، بس للامانه يعني هو غير فريد وعمل ثلاث تغييرات. طبعا طلع انتوني ونزل ماركوس راشفورد اللي احرز الهدف في الدقيقه 92، ونزل كافاني مكان فريد اللي هو 4-4-2 ونلعب باثنين مهاجمين، وميسن جرينوود ومكانه انتوني مارسيال اللي هو حرفيا اللي هو مين عندي هنا بيهاجم، نزلهم يا بيه. مانشستر يونايتد الكلام بدا يكتر حوالينا تعاقد مع مدير فني جديد، والكلام بدا يروح للبوتش اللي هو بوتشينو كده كده قاعد فاضي، حتى لو مش قاعد فاضي وشغال في باريس بنتكلم على مانشستر يونايتد. طب يا جماعه مانشستر يونايتد بيقدم كوره؟ والله عايز اقول لك ان الازمه ما كانتش في اوليا اساسا الفتره الاخيره، الازمه كانت في اللعيبه، لان خامات مانشستر يونايتد ونفسيات مانشستر يونايتد محتاجه حد يجمعهم ومحتاجه لعيبه تفرق في نص الملعب، لان سكوت ماكدوناي وفريد ولا ماتتش ولا كمان دوني فان دي بيك هم دول نص الملعب اللي هيعدلوا المايله، ولا اساسا مدرب زي رالف رانجينيك هو اللي هيعدل المايله في مانشستر يونايتد. فمانشستر يونايتد بيكسب بس ما بيقدمش اداء، بيكسب برينتفورد، بيكسب باستون فيلا، بيكسب النهارده بس ما فيش اي حاجه اتغيرت في الفريق، لا بقى فيه فكره واضحه هجوميه ولا فكره واضحه دفاعيه، بالعكس انا جيت رميت افكار وبعد كده رجعتها تاني لان الافكار دي فشلت. انا بتمنى التوفيق لمانشستر يونايتد، كلنا عايزين نشوف مانشستر يونايتد يرجع تاني المنافسه على الدوري الانجليزي، عايزين نشوف مانشستر يونايتد بيرجع المنافسة في مصاف الانديه. مانشستر يونايتد بعد فوزه النهارده وصل ل 38 نقطه ب 22 مباراه، مانشستر يونايتد عنده امل وطموحات ان هو لو استمر في الفوز هيوصل لتشيلسي اللي عنده 44 نقطه، هيبقى تحتيه هو ب 41 نقطه. بس مانشستر يونايتد عودنا دايما انك ما تتفائلش قوي زياده عن اللزوم، لان مانشستر يونايتد لما بيكسب مباراه الماتش اللي بعدها بتخاف عليه، وخصوصا ان هو هيلعب بيرنلي وبعدها يلعب ساوثهامبتون وبعدها ليدز يونايتد. نتمنى التوفيق لمانشستر يونايتد، اتمنى نشوف في يوم من الايام مانشستر يونايتد بيقدم كره جميله، بس اليوم ده ما يكونش بعيد لان انا بجد قربت ازهق من الفرجه على مانشستر يونايتد ومتابعه اللي بيعمله رالف رانجينيك داخل الفريق. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش زي ما كلنا مش عاجبنا رالف رانجينيك اعتبر ان رالف رانجينيك وطلع 4 دقايق برخم عليه.